مسألة كظم الغيظ لابد أن يكون لله، لأن كظم الغيظ إذا كان لضعف أو عدم تمكن فإنه ينقلب إلى غل، ينقلب إلى غل والعياذ بالله، ثم هذا الغل قد يكون سببا في الوصول إلى أمور أعظم سوءا. ولكن من كظم غيظه لله عز وجل أجر، ولهذا مدح ربنا عز وجل طائفة من المؤمنين وصفهم بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.